السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الثالث الثانوي الأدبي، مرحبا بكم إلى الدرس الثاني من الوحدة الثالثة والقضية الفلسطينية. في الدرس الثاني سنبحث معا أهم الثورات الفلسطينية التي قامت ضد الاحتلال البريطاني ونتائج وتداعيات هذه الثورات، وما هي الخطوات التي قدمتها هذه الثورات في سبيل حرية واستقلال الشعب الفلسطيني. في البداية دعونا نلاحظ أو دعونا نشاهد ما هي أهم الصحف أو ما هي الحركات التي شجعت على قيام الثورات الفلسطينية. من أهم الصحف التي لعبت دورا بارزا في توعية الشعب الفلسطيني نذكر صحيفة المقتطف وصحيفة المنار والإهرام والكرمل. هذه الثورات بشكل عام التي قامت في فلسطين كان لها كما هي الثورات التي قامت في سوريا ضد الاحتلال الفرنسي والثورات التي قامت في لبنان، كان لها العديد من الأسباب. تأتي في مقدمة أسباب الثورات الفلسطينية الممارسات التي قامت بها بريطانيا أو ما يسمى بالسياسة البريطانية في فلسطين، وازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وازدياد انتقال الأراضي العربية إلى اليهود. إذن تتلخص أسباب هذه الثورات بشكل عام بثلاث أسباب رئيسية. هذه الأسباب أدت إلى انفجار الشارع الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني. رداً هذه الثورات قامت رداً على ممارسات الاحتلال البريطاني في فلسطين، ورداً على ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ورداً على انتقال الأراضي لليهود. سندرس في درسنا اليوم أهم الثورات الفلسطينية، سندرس ثورة يافا وثورة البراق والثورة الفلسطينية الكبرى. هذه الثورات قد تلدنا في الامتحان بمثابة مقارنة بين الأسباب، قارن بين أسباب ثورة يافا وأسباب ثورة البراق، أو ما وجه الشبه بين أسباب ثورة يافا وأسباب ثورة البراق وأسباب الثورة الفلسطينية الكبرى، أو صنف في جدول أسباب ثورة يافا أو أسباب ثورة البراق، وأيضا لا ننسى بأنها تأتي بمثابة ترتيب للأحداث في أسئلة الامتحان النهائي إن شاء الله. نبدأ بالثورة الأولى ثورة يافا. انطلقت ثورة يافا عام 1921. إذن قامت ثورة يافا عام 1921. علل أو ما هي أسباب ثورة يافا؟ أولا ردا على وعد بلفور. إذن ثورة يافا قامت ردا على وعد بلفور. السبب الثاني هو الاستياء من سياسة بريطانيا الداعمة لليهود. السبب الثالث ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ازدياد انتقال الأراضي اليهودية، وتعدي الصهاينة على الاحتفالات الدينية للمسلمين. إذن علل قيام ثورة يافا أو ما هي أسباب ثورة يافا؟ أولا احتجاج على وعد بلفور، الاستياء من سياسة بريطانيا الداعمة لليهود، ازدياد الهجرة اليهودية، انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، والسبب المباشر هو تعدي الصهاينة على المقدسات أو الاحتفالات الدينية للمسلمين. ثورة يافا انطلقت من القدس. اختر الإجابة الصحيحة ما يلي: انطلقت ثورة يافا. قد يخطئ بعض الطلاب ويظن أن ثورة يافا انطلقت من يافا، ولكن انطلقت ثورة يافا من القدس، امتدت إلى يافا، هاجم العرب فيها المستوطنات الصهيونية، سيطرت عليها بريطانيا بعد 15 يوما. نعود ثورة يافا عام 1921. أسباب أو علل: قامت ردا على وعد بلفور، الاستياء من سياسة بريطانيا الداعمة لليهود، ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ازدياد انتقال الأراضي العربية لليهود، وتعدي اليهود الصهاينة على الاحتفالات الدينية أو المقدسات الدينية للمسلمين. انطلقت ثورة يافا، أعيد وأذكر، من القدس، امتدت إلى يافا، هاجم فيها العرب المستوطنات اليهودية واليهود، سيطرت عليها بريطانيا بعد 15 يوما. لإخماد ثورة يافا أو لإرضاء الشارع العام الفلسطيني أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الأول. ينص الكتاب الأبيض الأول على تمسك بريطانيا بوعد بلفور، التصميم على سياسة الانتداب والهجرة، إرضاء للعرب، أعلنت أن الوطن القومي لا يعني تحويل فلسطين بالكامل إلى دولة يهودية، وأعلنت أنها ستمنح فلسطين قسطاً
من الحكم الذاتي وأنها ستضع دستور وتشكل مجلس تشريعي ولكن برئاسة المندوب السامي التي عينته. إذن على ماذا ينص الكتاب الأبيض الأول التي أطلقته بريطانيا ردا على ثورة الفلسطينيين في يافا عام 1921؟ نقول تمسك بريطانيا بوعد بلفور لم تعطي أذنا أبدا للمطالب العربية، التصميم على سياسة الانتداب والهجرة، سنترك باب الهجرة مفتوحا وسنصمم وسنستمر بسياسة الدعم لليهود في سياسة الانتداب المشهورة لبريطانيا، ولكن حاولت إرضاء العرب من خلال قولها بأن وطن قومي لليهود في فلسطين لا يعني أن تكون فلسطين بالكامل هي دولة يهودية وتتحول إلى اليهود. وأعلنت بريطانيا أنها ستمنح الفلسطينيين قسطا من الحكم الذاتي وأنها ستضع دستور وتشكل مجلس تشريعي ولكن برئاسة المندوب الثاني. ما هي البنود التي ينص عليها الكتاب الأبيض الأول التي أطلقته بريطانيا ردا على ثورة يافا؟ أولا تمسك بريطانيا بوعد بلفور، ثانيا التصميم على سياسة الانتداب والهجرة، ثالثا أعلنت أن الوطن القومي لليهود لا يعني تحويل كل فلسطين إلى دولة يهودية وأننا سنخضع العرب، لا، نترك قسم لا بأس فيه للعرب. أعلنت أيضا أنها ستمنح العرب قسما أو قسطا من الحكم الذاتي، كما أنها أعلنت أنها ستشكل دستور للبلاد ومجلس تشريعي ولكن برئاسة المندوب السامي. ما هو رد العرب على الكتاب الأبيض الأول؟ نقول رفض العرب الكتاب الأبيض الأول، علل ما يلي أو ما هو رد علل رفض العرب للكتاب الأبيض الأول. قال لأن الدستور يحرم أو يحرم على المجلس التشريعي التعرض لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. نحن رح نعطي الفلسطينيين دستور أو نصنع أو نشكل للفلسطينيين دستور، ولكن لا يجوز أن يقترب الدستور من حق اليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. أيضا السبب الثاني هو أن بريطانيا عرضت على العرب تشكيل وكالة عربية فرفضها العرب لأنها تساويهم مع اليهود، وهذا رفض في مكانه، فالعرب هم أصحاب الأرض وهم أبناء هذه المنطقة، كيف نحول أبناء منطقة إلى أبناء وكالة تشكلها بريطانيا؟ نعيد ثورة يافا والكتاب الأبيض ورد العرب على الكتاب الأبيض. ثورة يافا انطلقت عام 1921، علل أو ما هي أسباب ثورة يافا أو قارن بين أسباب ثورة يافا وأسباب ثورة البراق. ثورة يافا أسبابها الاحتجاج على وعد بلفور، الاستياء من سياسة بريطانيا الداعمة لليهود، ازدياد الهجرة اليهودية، ازدياد انتقال الأراضي اليهودية إلى انتقال الأراضي العربية لليهود، تعدي الصهاينة على المقدسات الدينية لدى المسلمين. انطلقت ثورة يافا، أعيد وأذكر، من القدس، امتدت إلى يافا، هاجم فيها العرب اليهود والمستوطنات اليهودية، أخمدتها بريطانيا بعد 15 يوما. ردا على ثورة يافا أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الأول. ما هو موقف بريطانيا من ثورة يافا؟ نقول أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الأول الذي يقول ما يلي: تمسك بريطانيا بوعد بلفور، التصميم على سياسة الانتداب والهجرة، إرضاء للعرب، قالت بأن الوطن القومي لليهود لا يعني بأننا سنحول فلسطين إلى دولة يهودية ونقضي على العرب، أعلنت أنها ستمنح الفلسطينيين العرب قسطا من الحكم الذاتي مع أنهم هم أهل الحكم وهم أهل الأرض، أعلنت أنها ستضع، هي ستشكل دستور للفلسطينيين ومجلس تشريعي برئاسة المندوب السامي. ما هو موقف العرب من ثورة يافا ومن الكتاب الأبيض الأول؟ نقول رفض العرب الكتاب الأبيض الأول التي أصدرته بريطانيا. ما هو السبب؟ علل رفض العرب للكتاب الأبيض الأول. نقول لأن الدستور التي ستشكله بريطانيا يحرم على أو يحرم المجلس التشريعي من منع إقامة وطن اليهود في فلسطين، وأيضا منحت بريطانيا من خلال الكتاب الأبيض الأول للعرب حقا بتشكيل وكالة يهودية فرفضه العرب لأنه سيساويهم مع اليهود. إذن بماذا تفسر إصدار بريطانيا الكتاب الأبيض الأول؟ سؤال قد يرد في الامتحان ضمن قائمة أسئلة بماذا تفسر أو ماذا تستنتج. لماذا أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض الأول؟ قال لخداع العرب ولتمييع القضية الفلسطينية، لإفقاد القضية الفلسطينية أهميتها، ولضرب الوحدة الوطنية، لقسم الشارع الفلسطيني بين مؤيد ومعارض لهذا الكتاب.
ننتقل إلى الثورة الثانية، ثورة البراق. انطلقت ثورة البراق عام 1929. هل القيام ثورة البراق أو ما هي أسباب ثورة البراق أو صنف في جدول أسباب ثورة البراق؟ نقول السبب الأول رفض سياسة بريطانيا الداعمة لليهود كما ورد معنا في ثورة يافا. السبب الأول لقيام ثورة البراق رفض سياسة بريطانيا الداعمة لليهود القائمة على أيضا تشجيع الهجرة وتشجيع انتقال الأراضي العربية. السبب الثاني هو محاولة الصهاينة السيطرة على حائط البراق الشريف الذي يسميه اليهود بحائط المبكى بعد تشكيلهم لجمعية أنصار الحائط عام 1928. السبب الثالث هو قيام مظاهرات يهودية بالقرب من حائط البراق ورفع العلم الصهيوني على حائط البراق. السبب الرابع الرد من قبل الفلسطينيين بمظاهرات عمت كافة أنحاء المدن الفلسطينية. السبب الخامس هو مهاجمة الثوار للثكنات البريطانية وتكبيدهم خسائر فادحة مع اليهود. إذن أسباب وأحداث ثورة البراق. انطلقت ثورة البراق عام 1929. أسبابها وأحداثها رفض سياسة بريطانيا الداعمة لليهود التي تمثل بتشجيع الهجرة وتشجيع انتقال الأراضي العربية لليهود. ثانيا محاولة الصهاينة السيطرة على حائط البراق الذي يسميه اليهود بحائط المبكى بعد أن شكلوا جمعية أنصار حائط المبكى سنة 1928. لذلك قاموا أيضا ردا على قيام مظاهرات يهودية بالقرب من حائط المبكى أو حائط البراق ورفعهم العلم اليهودي على حائط البراق المقدس لدى المسلمين. قام الفلسطينيين بعدة مظاهرات عمت المدن الفلسطينية وهاجموا الثكنات البريطانية وكبدوا بريطانيا خسائر فادحة. ردا على هذه الأحداث وردا على ثورة البراق خافت بريطانيا على مصالحها فأرسلت لجنة دولية أو لجنة من قبلها. هذه اللجنة تسمى بلجنة والتر شو. ما هي توصيات لجنة والتر شو بعد قيام ثورة البراق؟ نقول أوصت هذه اللجنة بما يلي: ضرورة إصدار بيان صريح يحدد سياسة بريطانيا في فلسطين. ثانيا تحديد عدد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ثالثا عدم تحويل الأراضي العربية إلى اليهود. رابعا ضرورة إعطاء العرب حكما ذاتيا. خامسا إثبات وتثبيت ملكية حائط البراق للمسلمين. نعيد: ثورة البراق انطلقت عام 1929. أسبابها رفض سياسة بريطانيا الداعمة لليهود والتشجع على الهجرة اليهودية وعلى انتقال الأراضي العربية لليهود. ثانيا محاولة الصهاينة السيطرة على حائط البراق بعد تشكيلهم لجمعية أنصار حائط المبكى. ثالثا قيام مظاهرات يهودية بالقرب من حائط البراق ورفع العلم الصهيوني على الحائط المقدس. رد الفلسطينيون على ذلك بقيام بمظاهرات عمت المدن الفلسطينية وهاجم الفلسطينيون الثكنات البريطانية وكبدوا بريطانيا والصهاينة خسائر فادحة. لإخماد الثورة أرسلت بريطانيا لجنة دولية هي لجنة والتر شو. هذه اللجنة اطلعت إلى آراء الفلسطينيين واستمعت إلى توصياتهم وأقرت مجموعة من التوصيات. ما هي توصيات لجنة والتر شو بعد قيام ثورة البراق سنة 1929؟ أولا إصدار بيان يحدد سياسة بريطانيا في فلسطين، تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين برقم معين سنويا، عدم تحويل الأراضي العربية لليهود، إعطاء العرب الحكم الذاتي، وإثبات ملكية حائط البراق للمسلمين. طبعا كعادتها بريطانيا تخادع العرب، تبنت مطالب لجنة والتر شو وأصدرت الكتاب الأبيض الثاني سنة 1930. ما هي البنود التي نص عليها الكتاب الأبيض الثاني التي أصدرته بريطانيا ردا على ثورة البراق؟ أقول تضمن هذا الكتاب ما يلي: مطالب العرب تتناقض مع حكومة الانتداب. إذن الأمور التي يطالب بها العرب تتناقض أو لا تتناسب مع سياسة الانتداب. ثانيا منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي وليس كامل الحكم الذاتي. ثالثا لا توجد أرض للمهاجرين الجدد، يعني من باب تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. رابعا وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. نعود منذ البداية أو من البداية مع ثورة البراق. انطلقت ثورة البراق عام 1929.
أسبابه أو علل قيام ثورة البراء. رفض سياسة بريطانيا الداعمة لليهود والتي تشجع على الهجرة وانتقال الأراضي. ثانياً، محاولة الصهاينة السيطرة على حائط البراق بعد تشكيل الصهاينة لجمعية حائط المبكى. قيام مظاهرات يهودية مستفزة للعرب بالقرب من حائط البراق ورفعهم للعلم اليهودي أو الصهيوني على حائط البراق المقدس. رداً على ذلك، قام الفلسطينيون بمظاهرات شملت كامل المدن الفلسطينية، وهاجموا السكنات البريطانية وكبدوا اليهود وبريطانيا خسائر فادحة. حاولت بريطانيا احتواء هذه الثورة من خلال إرسال لجنة تسمى بلجنة والتر شو. هذه اللجنة أوصت بعدة توصيات بعد أن استمعت إلى الشارع الفلسطيني. ما هي توصيات لجنة والتر شو التي أرسلتها بريطانيا ردا على ثورة البراق؟ أولا، ضرورة إصدار بيان صريح عن سياسة بريطانيا في فلسطين، تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، عدم تحويل الأراضي العربية لليهود، ضرورة إعطاء العرب الحكم الذاتي، إثبات ملكية حائط البراق للمسلمين أو للفلسطينيين. لذلك، ومحاولة منها في خداع العرب، تبنت بريطانيا مطالب لجنة والتر شو وأصدرت ما يسمى بالكتاب الأبيض الثاني عام 1930، الذي ينص على مطالب العرب تتناقض مع التزامات حكومة الانتداب، منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي، يجب أن يأخذ فلسطينيون قسما من حكم بلادهم وليس كامل الحكم مع أنهم هم أصحاب الأرض، لا توجد أراضي للمهاجرين الجدد يجب انتقالها من العرب إلى اليهود، وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين. الآن الثورة الأهم في تاريخ فلسطين أو في تاريخ قضية فلسطينية، الثورة الفلسطينية الكبرى. انطلقت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 بقيادة عز الدين القسام الذي ينحدر إلى مدينة جبلة السورية وهو خطيب في جامع حيفا. علل قيام الثورة الفلسطينية الكبرى، أو صنف في جدول أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى، أو قارن بين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى مع أسباب ثورة البراق مع أسباب ثورة يافا، أو ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى وأسباب ثورة البراق، ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى وأسباب ثورة يافا. أولا، ما هي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى؟ كما لاحظنا في باقي أو في مجمل الثورات، أول سبب ردا على سياسة بريطانيا الداعمة لليهود. ثانيا، ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ثالثا، استمرار انتقال الأراضي العربية لليهود. رابعا، والسبب الرئيسي التي يميز هذه الثورة عن باقي الثورات، هو اكتشاف العرب لشحنات من الأسلحة المهربة لليهود من بلجيكا عبر ميناء يافا. شارك في هذه الثورة العديد من المتطوعين من البلاد العربية إلى جانب الفلسطينيين مثل فوزي القاوقجي وسعيد العاص. هذه الثورة تعتبر ثورة شاملة لأنها شملت كافة أنحاء فلسطين واستمرت قرابة 6 أشهر، وتشكلت بعيدها الأحزاب في الجبهة العربية العليا. هذه الأحزاب اجتمعت في خضم أو قبيل الثورة وأعلنت عن مجموعة مقررات. أعلنت عن أن فخري عبد الهادي أعلن من خلالها الإضراب نتيجة استشهاد عز الدين القسام في بداية الثورة. وطالبت هذه الأحزاب اللجنة العليا أو أحزاب اللجنة العليا بتحقيق مطالب الفلسطينيين التي تتمثل بوقف الهجرة اليهودية، وقف انتقال الأراضي العربية، إلغاء وعد بلفور، منح الفلسطينيين الاستقلال التام. تحول الإضراب الذي أعلنه فخري عبد الهادي إلى كفاح مسلح وعمليات فدائية. حاولت بريطانيا إنهاء الثورة ولكنها فشلت، فلجأت إلى بعض الزعماء العرب الذين أصدروا بيانا يدعو فيه إلى وقف الإضراب والسماح لبريطانيا بوضع حل سياسي. لذلك أرسلت بريطانيا لجنة بيل التي أصدرت مجموعة من التوصيات. قبل أن نخوض في توصيات لجنة بيل التي تقوم على تقسيم فلسطين، دعونا نعود إلى انطلاقة الثورة الفلسطينية.
ونقسم أفكارها بحيث يسهل حفظها. انطلقت هذه الثورة عام 1936 بقيادة عز الدين القسام الذي ينحدر من مدينة جبلة في سوريا، وهو خطيب وإمام في جامع حيفا، أو في جامع عفوا في جامع حيفا. ما هي أسباب الثورة الفلسطينية الكبرى؟ سياسة بريطانيا الداعمة لليهود، ازدياد الهجرة اليهودية، استمرار انتقال الأراضي العربية لليهود، اكتشاف العرب لشحنات من الأسلحة المهربة من بلجيكا إلى اليهود عبر ميناء حيفا. هذه الثورة شارك فيها العرب إلى جانب الفلسطينيين مثل فوزي القاوقجي وسعيد العاص. شملت كافة أنحاء فلسطين، استمرت 6 أشهر. في بدايتها تشكلت مجموعة من الأحزاب، أحزاب الجبهة العربية العليا، وأعلن فوزي عبد الهادي إضرابا عاما في فلسطين نتيجة استشهاد عز الدين القسام، كما أنه طالب بتحقيق مطالب الفلسطينيين التي تنص على وقف الهجرة اليهودية، وقف انتقال الأراضي العربية لليهود، وإلغاء وعد بلفور وتحويل فلسطين إلى دولة يهودية، وإعطاء الفلسطينيين استقلالا تاما. هذا الإضراب الذي أعلنه فخري عبد الهادي تحول إلى كفاح مسلح وعمليات فدائية. حاولت بريطانيا إيقاف هذه الثورة ولكنها فشلت. بعد ذلك لجأت إلى مجموعة من الزعماء العرب الذين أصدروا بيانا بوقف الإضراب والسماح لبريطانيا بوضع حل سياسي. فأرسلت بريطانيا لجنة بيل إلى فلسطين. هذه اللجنة أصدرت مجموعة من التوصيات تقوم على تقسيم فلسطين. ما هي توصيات لجنة بيل، أو ما هي قرارات لجنة بيل، أو كيف قسمت لجنة بيل فلسطين؟ أولا، المنطقة الأولى منطقة عربية ومنطقة يهودية ومنطقة بريطانية تشمل الأماكن المقدسة. إذا قسمت لجنة بيل فلسطين إلى عدة مناطق: منطقة عربية، منطقة يهودية، منطقة بريطانية تشمل الأماكن المقدسة. تدار المنطقة الشمالية والغربية من خليج العقبة من قبل حكومة الانتداب لتسهيل تجارة باقي المناطق. استبدال نظام الانتداب بنظام المعاهدات كما حدث مع سوريا ولبنان، معاهدة عام 1936 في سوريا. تحديد الهجرة اليهودية ب 12,000 سنويا لمدة 5 سنوات، كل سنة بيدخل 12,000 يهودي لمدة 5 سنوات نقفل باب الهجرة. منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود. ما هي توصيات لجنة بيل التي قسمت فلسطين إلى عدة مناطق؟ أولا، أوصت لجنة بيل بتقسيم فلسطين إلى منطقة عربية، منطقة يهودية، منطقة بريطانية تشمل الأماكن المقدسة. تدار المنطقة الشمالية الغربية من خليج العقبة من قبل حكومة الانتداب لتسهيل تجارة باقي المناطق. استبدال نظام الانتداب بنظام المعاهدات مثل اتفاقية 1936 بين فرنسا وسوريا. تحديد الهجرة اليهودية ب 12,000 يهودي سنويا لمدة 5 سنوات. منع انتقال الأراضي العربية لليهود. بعد الثورة الفلسطينية الكبرى 1936 أصدرت بريطانيا كعادتها في باقي الثورات الكتاب الأبيض الثالث عام 1939، وسبب إصدار هذا الكتاب: 1. رفض العرب توصيات لجنة بيل لأنها تتضمن بشكل صريح إعلان دولة يهودية في فلسطين. إذن سبب إصدار بريطانيا الكتاب الأبيض الثالث هو لخداع العرب. ولكن لماذا أصدرت بريطانيا هذا الكتاب؟ نقول لأن العرب رفضوا توصيات لجنة بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى منطقة عربية ومنطقة يهودية ومنطقة في بريطانيا، وبذلك تكون قد أعلنت بشكل صريح إقامة وطن لليهود في فلسطين. رفض العرب، إذن أصدرت بريطانيا كتاب الأبيض الثالث لأن العرب رفضوا توصيات لجنة بيل التي تتضمن إنشاء دولة يهودية، والعرب يطالبون بدولة فلسطينية موحدة مستقلة. السبب الثاني الذي دعا بريطانيا إصدار كتاب الأبيض الثالث هو استئناف الثورة وقدوم مجموعة من المتطوعين العرب. السبب الثالث هو حل اللجنة العربية العليا من قبل بريطانيا. بالنسبة لليهود، وافقوا على توصيات لجنة بيل لكنهم انتقدوها بسبب أن حصتهم كانت قليلة. ما هي بنود أو توصيات الكتاب الأبيض الثالث التي أصدرته بريطانيا؟ أولا،
كما في سابقاتها من الكتب، تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ب 75 ألف يهودي خلال 5 سنوات، 5 سنوات يدخل فيهم 75 ألف يهودي، وضع قيود على انتقال الأراضي العربية لليهود، إقامة دولة مستقلة في فلسطين بعد 10 سنوات إذا سمحت الظروف. إذا ما هي النقاط التي يقوم عليها الكتاب أبر السالس؟ تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ب 75 ألف يهودي خلال 5 سنوات، وضع قيود على انتقال الأراضي العربية لليهود، إقامة دولة مستقلة في فلسطين بعد 10 سنوات إذا اقتضت الظروف أو إذا سمحت الظروف بذلك. إلى هنا نكون قد بحثنا بثورة يافا، أسبابها، تاريخها، ورد بريطانيا عليها. ثورة البراق، تاريخها، أسبابها، وكيف ردت بريطانيا عليها ولجنة والتر شو. الثورة الفلسطينية الكبرى هي الثورة الأهم، الثورة الشاملة عام 1936، أسبابها وكيف ردت بريطانيا عليها، وأيضا نكون قد درسنا توصيات لجنة بيل التي اقتضت بتقسيم فلسطين، وأيضا شرحنا ما يسمى بالكتاب الأبيض الثالث. وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس الثاني من الوحدة الثالثة. أترككم بأمان الله.